حط معلقة بس فشل سكر مشكلة. الشيء رح أضيف الملح والفلفل. بقدر احطها اخر شيء يعني لانه ما بدي اطبخها معك. بقدر نحط هيك مقبلات. طيب مثل ما بدي. اوكي مثل ما بدي خلص خليها مثل ما هي سيدرا، سيدرا ما بدي يعني احطها هلا. يعني ما بدي يعني احط الذره مع لا، بدها هي تحطها بالسندويش. هي مقبل مثل المقبل تيجي جنبه. اوكي تمام. بس خليها شوي هيك مشان ينشف. بتكون التبلة عنا صارت جاهزة. بس بدي ذوقها. بدها ملح ولا لا؟ ملح. طيبة. شو ما برضو شو. عم تقولين ملح تبعنا طيبة. على فكرة بتصدقوا انه يعني طعمته طعم التركز والله انه طعمات التتبيلات يمكن لاني حطيت لبان بس بدي احط من هذا شوي. حسيته هو اللي طيبها هو اللي بها. الصويا صوص يمكن لعب دور كمان. خلص تمام. هلا بضع هيك سريع. شوفوا انا شو جاهز. صفي لك المي. شوفي جهزت خيار وجرجير تمام لبن وجبنه هلا هي الذره فانتوا بتختاروا هي بتيجي لحمه يعني عباره عن لحمه وانتوا بتختاروا شو بدكم تحشوها بس هدول يلي معروف الجرجير لا مو معروف الخيار بلا لبن والجبنه شوفي فكرتي خرافيه مشان تصفى الذره كثير من المي حطيت لك اياها بتبعيت اللاصات الليمون فكره حطيتهم قادرة اعرف فكره شايفين جهزت الجبنه والذره صار عم جاهز والزبادي والخيار وهون عنا اللي هو اهم شيء بالنسبه لي اني احطه معه الجرجير وين الخبز تبعك ها؟ نعم شوفوا خبزي شايفين هذا اللي جبت منه انا جبت من هذا الخبز هو بنحط له هذا وبنحط له كمان نفس هذا بس ابيض بس انا عم باكل اسمك خلصتي؟ اعطينا نصاية صغيرة عنا واحدة صغيرة صح؟ I think يعني نصاية لمن؟ شو المعنى؟ شنو؟ كيف؟ لا ما اظن صفيها مثل بخبز سيدرا ولا هذا العادي؟ بس. بالعكس هي طيابتها بهذا بس يصفق لو انا حسوي من هذا هن حيسووه بالعادي طب سويكم اياها هون انا ولا كيف؟ لا سيدرا بدها تسوي تبعيدها تبعيدها شكلها بدها تدعمها كثير يعني حكيت ما شو رح اعمل انا؟ مع انه هي انا اللي عم سويها خليها مع البنات بدي بلش التبعيد عمار لانه كثير جوعان
بدك زبادي عليها؟ ايه يوم حط له شوي هيك تمام او تحرش رح امرح اعمل هيك بهي الطريقة. حطيت بقلبها البندورة المفرومة. البندورة المفرومة كمان حطيت بقلبها. حلال عليك. فححط لك ذرة. ذرة كمان واهم شيء خيار. وسيسي هون هيدا طلبة طبعا اللي هو ايه اليوم فنت سيدرا. تورتيلا اسمر. يا سلام. ورح احط لك جبنة شوي. شوية جبنة. يا جيبي سيدرا الكاتشب إذا بدك. ولا ما احط لك بقلبها؟ ما بنحط لك كاتشب. ما بنحط لك كاتشب هي. ما بتاكل مع كاتشب. حط له خيار. يا سلام على السندويشة. شايفين؟ فعليا أكلة صحية يعني عرفتوا كيف؟ غير صحية. حنحط بدك جرجير؟ حط الجرجير. جرجير؟ جرجير. يا شكل. هاي جرجير، وهيك شو بنعمل هلا؟ فيها بس الواحد ما حنلفها، حنلفها هيك. شو الواحد قولي لي؟ لازم كنا نقعد على الطاولة وأنت بتستحكمي أكثر الواحد نفسه. بس إنه أنا مستحكمة. أعطيني لك صحن. شايفين؟ هذاك قولوا شو عم سوي؟ على فكرة سويتها بالطريقة يلي نفس المحطوط يعني نفس ما محطوط على الكيس. هادي ايوه لا بدي انا امسك لك اياها مشان ما توقع ايوه وروح اخضرها هلا تبعيد سيسي هادي امسك سيدرا بما انه هي بدها تعمل تبعيتها حتركها تعمل تبعيتها وانا كمان بدي اعمل تبعيتي. اوكي انا هي بدها تتمنى فيها. ليش ما تبلشي باللبن اول شيء؟ ايه كمان فكرة بيصير. شوف هلا شوف هذا الزبادي اساس مايونيز يا اساس مايونيز. انا كثير بحب هاي الاكلة كثير كثير. هولمون جوعانة انا كمان كثير جوعانة. شو عم يعمل الاكلة؟ حط جبنة السندويشة لازم تعبوها يعني لازم تعبوها. كيف؟ بس بدك تلف عصا أكثر. ها؟ إذا بدك عصا أكثر. بدي عصا أكثر عشان أوكي. ما عندنا أكل من الصحن. بلا عنا. بلا عنا. أكبر من هذا. سكري لي هالبراد عرفوا عليه. وخيار. وبس يلا بعد وهكذا. هلا انا تبعيتي وين الكاتشب؟ هي بعد اللف هيك بس ما في مجال ابدا لللف هيك. شو عايزين المزارع؟ ما فيش شاورما. هلا رح اعمل انا شوف بعد ليش بعد اذنك خليني طيبة. تفضل جيب صحن ايلي. انا حاعمل تنتين قولولي ليش؟ لانه صغيرة تمام فمشان هيك حاعمل تنتين. لا اول شيء بدي احط الجارليك صوص ما رح احط زبادي ما بدي احط زبادي. بدي احط كاتشب. انا ما بدي كتر كتير بس ما عم تنزل المفروض تمسكها من الجهتين بس ما عم ينزل معي الكاتشب. جي صار بدي مساعدة. معقول مفتوح؟ لا بلا سيدرا لو سمحتي بدي مساعدة. اقول لك خليكي 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 خليكي
عامل هيك بهي الطريقه وثبتها هيك خلص. على فكره هاي الخبزه منظرها بتتاكل. هلا بتشوفي كيف تطلع طيبه. زود الشبسه هيك شوفوا هيك بعد. وحنحط اللحمه. بتبدي العشر من هدول عشان تشبع. هسوي تنتين تمام. وحنحط بعد اللحمه الجبنه غير شكل بس كمان هي طيبة. راح تاكل عادي. كمان ذرة. فأنا بالنسبة لي ما بدي أحط خيار. جرجير. تمام. هيك. تروحي تحتك تبي. حلوة. حنبلش هلا نسوي الثاني. أنا متأكدة وحدة ما رح تكفيني. شو؟ يا عمري شو صغيرة هي عملت شبعك. رح سوي تنتين فيني سوي قد ما بدي بس حسيت إنه بهي حتطلع أطيب. والله خبزي طيب رح ياخد. أنا مقتنعة هيك. أنا يا بدي أكلها عصولة يا خلص ما بدي أكلها. أنا عشان تشبعي. أدوق هلا وأعطيكم رأيي تمام؟ كيف هي هيك ياكلوها هيك بهالطريقة. العافية يا بسوس. على فكرة كثير طيبة بتجنن. انتوا ما عم تفهم علي. هذا الخبز يعني مو قرمش هو اللي بيطيبها. هو اللي عم يطيبها. ليش ما عم يدوقوه ما بعرف. كل واحد يلوم. شو؟ والله فكرة حلوة السيد عنا سويناها. يعني سهلة وطيبة وخفيفة. هلا هيك الدسم هون. انا بحط خضره اكثر من لحمه. كثير مدللت انا. سيدي بلشت بالثانيه. من حالها. ما شاء الله يا عمار. حتنحفوا. لا صح. بقولي لعبة من هذا الخبز مجبل. على فكرة بالتنتين طيبين. هذاك طيب. أعطيني أعطيني ندمت إني ما حطيت خيار. طلعت كثير طيبة بالخيار. عشان اللون حطيت خيار. بلشنا نرجع نحضر.